بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح مع بعض شابتر كومبلكس نمبر. والكومبلكس نمبر دي موضوع من الموضوعات المهمة جدا، اللي هو الأعداد المركبة. كتير مننا شافه قبل كده في ثانوي. هو أي كومبلكس نمبر كان بريتن أز إكس بلس أي واي. ده الشكل او الجنرال رول بتاعه. الاكس عندي هي عباره عن الريال بارت او الجزء الحقيقي، الريال بارت، والواي دي هي عباره عن الايماجيني بارت او الجزء التخيلي. مهم عندي اعرف ايه هي الاي. الاي دي عندي هي روت نيجاتيف 1 او جذر سالب 1، الاي سكوير هي نيجاتيف 1، الاي بار 3 هي نيجاتيف اي، الاي باور 4 هي 1، ودول الفور فاليو اللي بيتكرروا تاني بعد كده ريبيتد. يعني اي 5 هتبقى زي اي 1، اي 6 هتبقى زي اي 2، اي 3 زي اي 7 زي اي 3، اي 8 زي اي 4، وهكذا هتفضل تقل وتنزل. طيب دلوقتي وانا عندي كومبلكس نمبر، هو طبعا لما كان عندي رقم عايز اجيب له روت بالنيجاتيف، روت نيجاتيف 36 مثلا، هو افترض ان ده لو عملته على الكالكوليتر انا هيديني ماس ايرور، لانه مالوش ريال روت لكن ليه ايماجيني روت. فهو بيعمل ايه؟ بيعتبر روت نيجاتيف 36 دي روت 36 تايم روت نيجاتيف 1، وروت نيجاتيف 1 دي اللي احنا اتفقنا عليها بيتكتب مكانها مين؟ اي. ويجيب الروت للرقم البوستيف دوت، البوستيف نمبر هيبقى بوستيف اور نيجاتيف 6، ويحط جنبه الاي عشان يعرفني ده رقم ايماجيني مش رقم ريال، يعني ده روت لنيجاتيف نمبر مش لبوستيف نمبر. طيب مضطرين نعرف شويه اوبريشن على الكومبلكس نمبر، شويه عمليات حسابيه زي اعمل ادنج سبتراكتنج مالتيبليكيشن ديفايد، جمع وطرح وضرب وقسمه. فاحنا هنشوف هناخد اكزامبل كده مع بعض ونحاول نعمل عليه كذا حاجه. لو انا عندي زد 1 ايكوال مثلا 2 بلس 3 اي، وزد 2 ايكوال 4 ماينس 6 اي، وبيقول لي فايند زد 1 بلس زد 2. لما يقول لي هات لي زد 1 بلس زد 2 اعمل لي ادنج تو كومبلكس نمبر، بعمل الريال بلس الريال والايماجيني بلس الايماجيني. يعني هعمل 2 بلس 4 بلس اي، وهنا هتبقى 3 ماينس 6. هيطلع الانسر عندي 2 بلس 4 هتبقى 6، و3 ماينس 6 هتبقى نيجاتيف 3 اي. ولازم الفاينل انسر لاي اوبريشن بتطلع في النهايه الناتج النهائي لازم نكتبه ريال بلس ايماجيني على الشكل ده. طيب نفترض ان هو جه قال لي برضه هات لي زد 2 ماينس زد 1 ازاي اعمل سبتراكت، بس المره دي بقى هو عايز زد 2 هي اللي ماينس زد 1. هبدا برضه الريال ماينس الريال، يعني 4 ماينس 2 بلس اي، والايماجيني ماينس الايماجيني نيجاتيف 6 ماينس 6. فهتبقى 4 ماينس 2 هتبقى 2، ونيجاتيف 6 ماينس 3 هتبقى نيجاتيف 9 اي، وبرضه لازم اسيب له الحل على الشكل ده. طيب لو قال لي هات لي 3 زد 1 3z1 plus 2z2 ازاي اعمل number multiply complex number؟ بعتبر الكومبلكس نمبر ده براكت وبعمل multiply 3 فيه، يعني بعمل 3 multiply الريال وmultiply الايماجيني. 3 تايم 2 هتبقى 6، و3 تايم 3 هتبقى 9i plus 2z2 هضرب z2 ده في 2 هتبقى 8 minus 12i، وبعد كده اعمل بقى الريال بلس الريال والايماجيني بلس الايماجيني. 6 plus 8 هتبقى 14، وبعد كده 9 ماينس 12 هتبقى نيجاتيف 3i. يبقى حسب كل واحده فيها وشكلها انا بتعامل معاها ازاي. طب لو قال لي اعمل لي ملتبلاي، يعني هنكمل كده مثلا اهي زد 1 ايكوال كانت كام؟ كانت 2 بلس 3i، 2 بلس 3i، وزد 2 كانت 4 ماينس 6i. لو قال لي فايند زد 1 تايم زد 2 بعمل ملتبلاي زي لاي 2 كومبلكس نمبر. بصوا بنعتبرهم براكت، يعني بعمل كاني بضرب 2 براكت في بعض. الطريقه اللي هي لو عندي 2 براكت دول بعمل لهم ملتبليكيشن ازاي؟ بقول فيرست باي فيرست وفيرست باي سكند وسكند باي فيرست وسكند باي سكند، يعني الاول في الاول والاول في الثاني والثاني في الاول والثاني في الثاني. يعني هتبقى 2 تايم 4 8، و2 تايم نيجاتيف 6 نيجاتيف 12i، 3i بلس 4 هتبقى بوزيتيف 12i، و 3i ماينس 6i هتبقى نيجاتيف 18i سكوير. وطبعا
اي سكوير دي هتبقى بنيجاتيف 1، يعني هتخلي لي ال 18 دي نيجاتيف 18 دي بقت بوزيتيف 18، فهتبقى 8 بلس 18 هتبقى 26، ونيجاتيف 12 اي وبوزيتيف 12 اي يشيلوا مع بعض يبقى 26 بس، وده الانسر بتاعها. طيب عايزين نعمل حاجه، لو قال لي عندي لو الزد عندي اكس بلس اي واي، في حاجه اسمها الزد كونجكت او المرافق بتاعها هو اكس ماينس اي واي. طب ازاي بضرب اي رقم في الكونجكت بتاعه؟ بنفس الطريقه اللي عملناها دلوقتي، فيرست باي فيرست يبقى اكس سكوير، فيرست باي سكند يبقى ماينس اي اكس واي، سكند باي فيرست هتبقى بوزيتيف اي اكس واي، سكند باي سكند نيجاتيف في بوزيتيف هتبقى نيجاتيف، واي في اي باي سكوير واي في اي باي سكوير. هتلاقي عندك دول كده راحوا مع بعض عشان واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف، والاي سكوير هنا بنيجاتيف 1 فتخلي لك دي بقت بوزيتيف واي سكوير، فهيطلع لك ان زد في زد بار اي رقم في الكونجكت بتاعه الريال سكوير بلس الايماجين سكوير، وده رول امشي بيه، اي رقم في الكونجكت بتاعه الريال سكوير بلس الايماجين سكوير لو كومبلكس نمبر. طب ليه خدنا الكونجكت هنا وعرفناها؟ عشان ممكن يطلب مني يقول لي هات لي زد 1 ديفايدد زد 2 اهي، يعني 2 بلس 3 اي، شوف كده 2 بلس 3 اي اوفر 4 ماينس 6 اي. طب ده لا ينفعش اسيب اي في الدينومينيتور تحت في المقام، فلازم اعمل ملتبلاي الكونجكت اللي هو المرافق المقام اللي هو نفس الفاليو بس بغير ساين الميدل اهي، هي ماينس هتبقى 4 بلس 6 اي، وابدا اعمل اب تايم اب وداون تايم داون، او البسط في البسط والمقام في المقام. طيب اللي تحت ده الكونجكت بتاع ده هيبقى الاول سكوير بلس الثاني سكوير، اللي فوق بقى هنفك على انه براكت عادي بقى زي ما فكيت اللي فات، الاول في الاول هتبقى 2 تايم 4 ب 8، فيرست تايم سكند هتبقى بلس 12 اي، سكند تايم فيرست هتبقى بوزيتيف 12 اي، سكند باي سكند هتبقى بوزيتيف 18 اي سكوير. طبعا الاي سكوير زي ما اتفقنا برضو بنيجاتيف 1 هتبقى نيجاتيف 18 بلس 8 هتبقى نيجاتيف 10، و12 بلس 12 هتبقى 24، و36 بلس 16 هتبقى 52. طبعا ما ينفعش اسيب الحل كده، احنا قلنا لازم يبقى على شكل ريال بلس ايماجيني، فاحنا هناخد ده كده نقسمه، ناخد ده الريال كده مع بعض وناخد ده الايماجيني مع بعض، فهيبقى الانسر نيجاتيف 10 اوفر 52 ديفايد 2 هتبقى 5 ديفايد 2 26، نيجاتيف 5 اوفر 26، وادي لك السمبلست فورم اللي الكالكوليتور هيديهولك. طبعا الثانيه دي المفروض ان هي اي، يعني 24 اي عشان 12 اي بلس 12 اي، نكملها 24 ديفايد 52 هتبقى 12 اوفر 26، بعد كده 6 اوفر 13 هتبقى بلس 6 اوفر 13 اي، وهو ده الفاينل انسر اللي انا عايز اعمله للإيكويشن اللي عندي، إن أنا أسيبها على شكل ريال بلس إيمج. طيب كده إحنا عملنا كل حاجة في الأوبريشن بتاعة الماتريكس، ناقص بقى طريقة اسمها البولر فورم، إن أنا بحول الماتريكس عندي لبولر فورم، إزاي؟ هنشوف دلوقتي كده مع بعض، هنعمل كده ونشوف بنحول إزاي. بص اولا البولر فورم اللي انا الشيب اللي انا كنت شغال عليه اكس واي ده اسمه كارتيزيان فورم. البولر فورم انت بتحول الزد لار وثيتا، ايه هي الار وايه هي الثيتا؟ هنشوفهم اهو، لو عملت كده ده الاكس ده الواي وده الاكس وده الار ودي الثيتا. طيب اولا الزد هتبقى ايكوال R E بار I ثيتا، أو الزد إيكوال بأويلر فور R والكوزين والإي دي هتبقى كوزين ثيتا بلس I ساين ثيتا، كوزين ثيتا بلس I ساين ثيتا، دي E بار I أي أنجل بتتفك، كوزين الأنجل بلس ساين الأنجل. طب إيه هي الـ R وهي ثيتا اللي إحنا عايزينها؟ ال R هي سكوير روت ل X سكوير بلس Y سكوير، والثيتا هي تان انفرس Y over X. حلو، وعلى حسب الكوادرنت اللي فيه الثيتا، يعني لو هي في الفورست كوادرنت أو السكند أو الثيرد أو الفورث، هيبقى كل واحدة فيهم ليها فاليو،
يعني لو هي في الفيرست تبقى ثيتا زي ما هي، لو في السكند 180 ماينس ثيتا، لو في الثيرد 180 بلس ثيتا، لو في الفورث 360 ماينس ثيتا، يبقى هي حسب المكان اللي هتبقى فيه. طيب دلوقتي دي موف ريسيدنج بتقول لي، كانت بتقول لي ادخل باور على مين؟ على الزد. يعني انا لو عندي زد بار ان كده هي ار بار ان اي بار اي ان في ثيتا، يعني بعمل الراديوس بعمله باور والان بضربها في ثيتا. وممكن تتفك ار بار ان كمان هتبقى كوزين ان في ثيتا بلس اي ساين ان في ثيتا، مش احنا قلنا اي اي باور اي بار اي اي انجل هي كوزين الانجل دي بلس اي ساين نفس الانجل. طب لو الباور عندي فراكشن كده هتبقى r بار 1 over n، وليها رول بقى تاني اللي هو كوزين ثيتا بلس 2k باي على n بلس i ساين ثيتا بلس 2k باي over n. طيب وال k بقى دي بتاخد ارقام من 0 1 و 2 لحد n ماينس 1 حسب الفاليو هي بكام. يعني لو انت عايز كيوبيك روت الجذر التكعيب يبقى عايز ثلاث قيم، تحط مره كي بزيرو مره بوان ومره بتو. لو عايز الفورس روت الجذر الرابع هتحط الكي بثلاث قيم زي زي فور فاليو 0 1 و 2 3 لحد ان ماينس 1. طيب لو انت عندك رقمين عايز تضربهم في بعض، حولتهم لبولر وعايز تضربهم في بعض، فهتعمل ار 1 تايم ار 2 الراديوس تايم الراديوس و بار اي ثيتا 1 بلس ثيتا 2، عشان انا في المالتبلاي بعمل اد للباور. طب ولو انا عملت عندي حاجتين ديفايدد بعض هتبقى r1 divided r2 و e بار i ثيتا 1 minus ثيتا 2 حسب الرول اللي انا عايز اشتغل عليه. طيب بيفيدني بايه البولر فورم ده؟ لما بيبقى عندي باور عالي البراكت عندي صعب اعمل له فاكتورايز لدي. يعني ايه؟ يعني انا لو قلت لك مثلا كده ترانسفورم او حول لي حاجه كده مثلا اديتك قلت لك زد ايكوال خلينا نعملها على طول 1 minus root 3i power 8 البراكت ده طبعا مش هتعرف تشتغل عليه وهو power 8، مش هتمسك البراكت تعمله في نفسه 8 مرات، فهتضطر تعمل ايه؟ تحول البولر وبعد كده تعمل له power 8. طب نحول البولر ازاي؟ اول حاجه بطلع الاكس بكام؟ 1 اللي هي الريال بار، والامجري بنيجاتيف روت 3 اللي هو مع الار. طيب الراديوس هي سكوير روت الفيرست كومبوننت سكوير اللي هو الاكس سكوير، اهي الفيرست كومبوننت سكوير ده 1 سكوير بلس السكند كومبوننت سكوير، فهتبقى روت 1 بلس 3 هتبقى روت 4، يعني هتطلع الراديوس ب2. طيب والثيتا تان انفرس واي على اكس اهي نيجاتيف روت 3 على 1 فهتطلع ب60 او نيجاتيف 60. ما يهمنيش الساين اللي هتطلع جنب الانجل، اللي يهمني الانجل ليه؟ لان انا لسه هرجعها هشوفها هي في انو كوادرنت. انا هعمل الفور كوادرنت بتوعي كده واشوف الاكس بوزيتيف يعني هي رايت، الواي نيجاتيف يعني هي داون، يعني هي في الفورس كوادرنت اللي هو 360 ماينس ثيتا. يبقى ثيتا اللي انا عايزها هتبقى 360 ماينس 60 هيطلع الحل بتاعي ب 300، ثيتا عندي ب 300. طيب نبدا نكتبها على شكل البولر اللي عندي، يبقى الزد ايكوال ار اي بار اي ثيتا، يعني هتبقى لا ما فيش روت هتبقى 2 على طول عشان انا جبت خلاص جبت الراديوس ب 2 اي باور اي 300. طب لو انا عايز بقى البراكت ده باور 8 هتبقى 2 باور 8 اهو ار باور ان اي باور اي ان تايم ثيتا، يعني 8 في 300 الاول قبل ما اجيب الانجل، فهتبقى 2 باور 8 هتبقى 256 اي باور اي 2400، 8 في 300 يبقى 2400 ديجري. نفكها تاني هتطلع 256، ودي نفكها الكوزين نفس الانجل 2400 بلس اي ساين نفس الانجل 2400. طيب نحسب الاول زي ما اتفقنا، ما ينفعش اسيب الحل كده، نحسب الاول هو موجود على حسب انو باور، الفاليو بتاعتي على حسب انو باور. هنشوف بقى الفاليو اللي انا عايز اشتغلها اللي هي كوزين 2400 دي نحسبها تطلع نيجاتيف هاف، ودي هتطلع نيجاتيف روت 3 اوفر 2 اي
وندخل 256 مرة تايم ده ومرة تايم ده، هيطلع الحل عندي نيجاتيف 128 بعد كده ماينس 128 روت 3 اي. هو ده الفاليو بتاعت البراكت بار 8. طيب يبقى الهدف من البولر فورم ان احنا بنحول الاكس والواي بتاعتي الار وثيتا ونعمل لها الباور بتاعها. طيب لو الباور فراكشن ده كان الباور انتجر عدد صحيح. طيب لو الباور فراكشن نعمل ايه؟ بص بقى لو الباور فراكشن هنعمل ايه؟ لو جه قال لي مثلا سولف، خليه مثلا كده اهي، او لو جه قال لي سولف مثلا وبيقول لي ايه نعمل كده، هنعمل كده مثلا، بيقول لي سولف زد باور 3 بلس 1 ايكوال ماينس اي. احنا عايزين نحل الايكويشن دي، فهعمل ايه؟ سولف يعني هات لي فاليو الاكس، فهودي ال1 الناحيه الثانيه وهتبقى زد باور 3 ايكوال نيجاتيف 1 ماينس اي. طب لو عايز زد لوحدها هيبقى البراكت ده باور كام؟ باور 1 اوفر 3 اللي هو الكيوبيك روت. يبقى الباور عندي فراكشنال، اطلع الاكس بتاعتي بنيجاتيف 1 والواي عندي بنيجاتيف 1، هجيب الار ايكوال سكوير روت نيجاتيف 1 سكوير بلس نيجاتيف 1 سكوير، يعني هيبقى روت 2 ده الريديوس، والثيتا اللي عندي هتبقى تان انفرس واي اوفر اكس، واي اللي هي نيجاتيف 1 واكس ب 1 فهتطلع 45. بس هل ثيتا دي اللي احنا عايزينها؟ مش عارف، هنشوف هي سكوادرنت كام. طبعا الاكس بالنيجاتيف تبقى ليفت والواي بالنيجاتيف يبقى داون، يبقى هي في الربع الثالث، يعني 180 بلس ثيتا، يعني ثيتا اللي انا عايزها 180 بلس 45 هتطلع 225. دي كده الانجل اللي انا هشتغل معاه. طيب احنا كنا قايلين في الباور فراكشن هنا، هو يا جماعه في الرول، ورقه الرول المهمه اللي احنا جمعناها دي، لو الباور فراكشن اللي هو الرول ده، يعني كنا بنقول ار بار 1 اوفر ان، وابدا اكتب كوزاين الثيتا اللي جبتها اللي هي 225 زائد 2 كي باي على ان، والان دي عندي هنا ب3 عشان انا عايز الجذر الثالث. فانا هقول كده، هقول له ان زد ايكوال روت 2 باور 1 اوفر 3 كوزاين 225 بلس 2 كي باي على 3 بلس اي ساين 225 زائد 2 كي باي اوفر 3. طيب مره بقى نحط الكي بزيرو عشان نجيب زد 1 الروت الاولاني. طيب نجيب زد 1 هتبقى روت 2 باور 1 اوفر 3 تبقى كوزاين، هنحط بقى الكيب 0 يعني دي هتتشال، نحسب 225 على 3 هتطلع الانجل بتاعتي كام؟ 75، يبقى كوزاين 75 بلس اي ساين 75 بس. واحسب بقى دول، ما ينفعش اسيبه، يعني لازم احسب ده واعمل له ملتبلاي زي ما عملت في اللي فاتت، ودي اطلع رقم بلس الامج عشان تاخد ايه؟ درجة كاملة بتاعت البارت ده. طيب لو انا عندي كي 1 حط كي 1 عشان اجيب الجذر التاني، انا اجيب زد 2. مش انت لما يبقى عندك اكس تكعيب ايكوال 8 او كوادراتيك ايكويشن، لما تيجي تجيب الروت بتاعها بيطلع لك اكس 1 واكس 2 واكس 3، هو احنا نفس الكلام، الروت للكومبلكس نمبر عشان هي كيوبيك روت يعني جذر تكعيبي فيها 3 روت، يبقى انا عايز اجيب زد 1 وزد 2 وزد 3. زد 1 اجيبها لما احط الكيب 0 في الرول ده، زد 2 اجيبها لما احط الكيب 1، زد 3 هجيبها لما احط الكيب 2. طيب هتبقى روت 2 برضو باور 1 اوفر 3 وهتبقى كوزاين، بس لما نحط الكيب 1 هنا هتبقى 2 باي، 2 باي اللي هي 360، 360 و225 هتبقى 585 على 3 هتبقى 195 بلس اي ساين 195، ودي اتفقنا بنحسبها الاول وبعد كده نضربها في الرقم اللي بره عشان يطلع النمبر بلس الامج. طيب كي ايكوال 2 هنحط الزد، نجيب الزد 3 هتبقى روت 2 باور 1 اوفر 3 ونفتح براكت، بعد كده نحط الكي ب 2 هتبقى 2 تايم 2 تايم باي، الباي اللي هي 180 هتبقى 720، 925 على 3 هتبقى 315 كوزاين 315 بلس اي ساين 315.
برضو نحسبهم ونطلع الفاليو بتاعتي الريال بلس الايماجين اللي عندي كده، بقى انا جبت الثري بارت بتوع الكومبلكس اللي عندي الروت اللي عندي. طيب بعد كده ممكن يجيب لي بقى ميكسد ايكويشن، يعني اللي هو يطلب مني باور واعمل لهم ملتبلاي بعض او اعمل لهم ديفايد بعض. ممكن نشوف واحده كده مثلا، بقول لك ايه اكزامبل اهو، بقول لك اف زد 1 ايكوال 1 بلس روت 3 اي وزد 2 ايكوال 1 ماينس اي، فايند حاجتين بقى. نمبر 1 عايزين زد 1 بار 2، زد 1 بار 2 تايم زد 2 بار 5، ونمبر 2 عايزين زد 1 بار 3، زد 1 بار 3 اوفر زد 2 بار 6. هو مبدئيا اول ما بيجي لي الورقه كده بعمل ايه؟ بقسم الصفحه نصين وابدا اشتغل مره على زد 1 ومره على زد 2. زد 1 بتاعي هو عباره عن 1 بلس روت 3 اي، اطلع الاكس واطلع الواي هتبقى الاكس ب 1 والواي بروت 3، اجيب الار والثيتا يبقى الار بروت 1 سكوير 1 سكوير هيبقى 1 سكوير بلس روت 3 سكوير هتبقى روت 4 اللي هي 2، والثيتا هتبقى تان انفرس واي على اكس روت 3 على 1 هتبقى 60. واكتب بقى الزد بتاعتي ار اي بار اي ثيتا اللي هي 2 اي بار اي 60، واسيبها زي ما كده انا مجهزها خلاص ان انا ادخل عليها بقى اي باور او اشوفها ايكوال كام. دي زد 1. طيب زد 2 هنكتب برضو نفس الفاليو اللي عندي، زد 2 هي 1 ماينس اي هتبقى الاكس ب 1 والواي بنيجاتيف 1 هتبقى الار بروت 1 سكوير بلس نيجاتيف 1 سكوير هتبقى بروت 2، والثيتا هتبقى بتان انفرس واي على اكس اللي هي نيجاتيف 1 على 1 هتبقى 45. طبعا احنا خدنا الثيتا في اول واحده عشان الاكس بالبوستيف والواي بالبوستيف فهي في الفيرست كوادرنت فهي الثيتا زي ما هي، لكن هنا الثيتا مش هتبقى الاثنين بوستيف، الاكس بوستيف يعني يمين والواي نيجاتيف يعني شمال، يعني هي في الفورث كوادرنت او الربع الرابع. يعني الثيتا اللي انا عايزها هتبقى 360 ماينس 45 هتبقى 315. طيب احنا بقى عايزين نجيب الزد بتاعتي، زد 2 هتبقى روت 2 اي بار اي 315 اللي هي اي بار اي 6. كده انا جبت زد 1 وزد 2. هو طالب بقى مني ان انا اعمل زد 1 باور 2 وزد 2 تايم زد 2 باور 5، اهي زد 1 باور 2 تايم زد 2 باور 5 يعني هتبقى 2 باور 2 اي باور اي 2 في 60 هتبقى 120 عشان اعمل دي في 2 ده تايم زد 2 باور 5 يعني هتبقى روت 2 باور 5 اي باور اي 5 في 315 يبقى 1575. وبعد كده اعمل الارقام تايم بعض، الار تايم الار يعني 4 تايم 4 روت 2 هتبقى 16 روت 2 اي باور اي 120 و1575 يبقى 1695. يبقى برضو اتفقنا ان احنا ممكن نفكها، 16 روت 2 هتبقى كوزاين 1695 اجيبها بكام بلس اي ساين 1695 اجيبها بكام، بس اعمل الرقم اللي بره ده تايم اللي موجود، يعني اعمل كوزاين 1695 هتطلع بنيجاتيف، اهي طلع الحل ده 16 روت 2 هتطلع بنيجاتيف روت 6 بلس روت 2 اوفر 2 اوفر 4 بلس اي هتبقى لو انا عايز لا ساين 1695 هيطلع بالنيجاتيف بقى هيطلع نيجاتيف روت 6 ماينس روت 2 اوفر 4 اي، وطبعا هاخد الرقم ده اعمل لهم ملتبلاي بعض واكتبهم في نهاية على شكل رقم ريال بلس ايماجين عشان ابقى وصلت للي انا عايزه. طب لو هو عايز ديفيجن الاثنين اوفر بعض فوق هناخد ار 1 اوفر ار 2، بس هو هنا بقى المره دي ايه؟ احنا كده جبنا زد 1 اهي ب 2 اي باور اي 60، وجبنا زد 2 اهو كانت بروت 2 اي باور اي
315. طب هو بقى كان طالب مني التانية زد 1 باور 3 او زد 1 باور 3 اوفر زد 2 باور 6. نجيب زد 1 باور 3 اللي هي هتبقى 2 باور 3 اي باور اي 3 في 60 ب 180. زد باور 6 هتبقى روت 2 باور 6 اي باور اي 6 في 315 يبقى 1890. احنا بقى هنعمل الار ديفايدد الار، فهتبقى دي ب 8 ودي ب 8 فهيبقى 1 اي باور اي، اعمل لهم ماينس 180 ماينس 1890 يبقى 1710. طيب يعني هتبقى 1 وهنفتح بركه تبقى كوزاين 1710 بلس اي ساين 1710. طيب يلا نحسب كوزاين 1710 0 يبقى دي 0، ساين 1710 شوفها بقى ب 1 ولا ب نيجاتيف 1، دي نيجاتيف 1 هتبقى 1 تايم 0 ماينس 1 اي، فهيطلع الحل في النهايه ماينس اي. طيب ده لو انا عندي ديفيجن وعندي ملتبلاي. ممكن نجيب حاجه فيها تركيبه كده على بعضها، يعني نيجي مثلا نقول لك ايه، هات لنا 2 ماينس 3 اي باور 4 مثلا تايم نيجاتيف 1 ماينس اي باور 3 او باور 2 اوفر 1 ماينس 2 اي باور 3 في اي باور 40 اي. طيب لما تيجي مساله زي دي يا جماعه انا مضطر اعمل ايه؟ مضطر احولها لاهاد بس، عشان انا الاهاد بعملها ديفيجن مع بعض، يعني محتاج اخد كل براكت احوله لشكل البولر فورم بتاعه واخليها ار في اي، يعني فوق ما بينهم ملتبلاي وتحت ما بينهم ملتبلاي وبعد كده ما بين فوق وتحت ديفايد، نفس اللي احنا عملناه من شويه. فانا ممكن اقوم ماسك الحاجات اللي هي مش اي ديت اقسمها كده ثلاث حاجات واجيب لي كل واحده فيهم الار والثيتا، يعني اخد 2 ماينس 3 اي دي اقول ان الاكس ب 2 والواي بنيجاتيف 3 واجيب الار هي سكوير روت 4 بلس 9 هتبقى روت 13، دي واحده. والثيتا بتاعتي تان انفرس واي على اكس نيجاتيف 3 اوفر 2 واحسب اهي شيفت تان دي تان انفرس 3 اوفر 2 بطلع الفاليو بتاعتي تطلع 56.3 56.3. بس هل هي اللي انا عايزها ولا لا؟ هي المفروض 56.3. اما نشوف هي في الكوادرنت الكام، الاكس بالبوزيتيف الواي بالنيجاتيف يبقى هي 360 ماينس 56.3 هتطلع 303.7 سيتا هتبقى 303.7 ديجري. يبقى الزد بتاعتي هنا عباره عن ايه اللي انا عايز اجيبها دي؟ هتبقى ار اللي هي روت 13 اي باور اي 303.7 ديجري. طب احنا عايزينها بعد كده باور 4 هنعملها باور 4 ماشي. يبقى انا هاجي كده هنا فوق واكتب كده هتبقى روت 13 باور 4 اي باور اي هضرب ال 3.3 دي تايم 4 الباور بتاعي هتبقى 1214.8 دي واحده. طيب اللي جنبها نيجاتيف 1 ماينس اي برضه الاكس بنيجاتيف 1 والواي بنيجاتيف 1 يبقى الار روت 1 سكوير او نيجاتيف 1 سكوير بلس نيجاتيف 1 سكوير يعني يبقى بروت 2. والثيتا تان انفرس واي على اكس نيجاتيف 1 على نيجاتيف 1 هتبقى 45. هل ثيتا دي اللي انا عايزها؟ لا، الاثنين بالنيجاتيف يبقى هي في الثيرد كوادرنت، دي نيجاتيف ودي نيجاتيف يبقى هي 180 بلس الثيتا، يبقى الثيتا عندي ب 180 بلس 45 هتطلع ب 225 دي الديجري بتاعت الثيتا بتاعتي اهي. طيب عايزين نعمل ايه تاني؟ يبقى دي عايز احطها على شكل ار بلس ثيتا، فهعمل هقول الار بتاعتي روت 2 فوق بقى هتبقى روت 2 باور 2 اي باور اي هنضرب 225 في 2 دي هتبقى 450. كده انا عملت اللي فوق، اللي تحت برضو 1 ماينس 2 اي 1 ماينس 2 اي الاكس ب 1 والواي بنيجاتيف 2 يبقى الار سكوير روت 1 بلس 4 هتبقى روت 5 والثيتا ايكوال تان انفرس
نيجاتيف 2 على 1 نعمل هي نيجاتيف 2 يعني. أو شيفت 10 63.4 أيوة تبقى 63.4. بس هل دي اللي أنا عايزها؟ لأ، الـ x بالبوستيف والـ y بالنيجاتيف، يبقى هي 360 ماينس الأنجل دي، 360 ماينس 63.4. أيوة تقول 360 ماينس 63.4 هتطلع 296.6، يبقى سيت هتطلع 296.6. يبقى الزد بتاعتي هنا هتبقى R اللي هي root 5 power 3 e power i. هنعمل 3 في الانسر دي 3 عشان نعرف الانجل بتاعتي بكام، وهتطلع 889.8 889.3، ودي طبعا e power 4 cr. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل اللي فوق النمبرز تايم بعض، يعني اقعد اصفيها بقى، هاخد 1214.8 زائد 450 واعمل روت 2 باور 2 اللي هي هتبقى 2 تايم روت 13 باور 4، يعني هتبقى 2 تايم روت 13 باور 4 اي باور اي، ونجمع الكوفيشنز بتاعتها 450 تبقى 1664.8. وهنا تحت الأرقام برضو root 5 power 3 e power i، نجمع دول 40 و889 يبقى 929.3. بعد كده ناخد النمبر دي divided بعض، نطلع الانسر بتاع الرقمين دول divided بعض، ده الريال، ودول نعمل لهم minus، ونحسب كوزين الانجل بلس ساين الانجل. يعني اعمل كده، اعمل 2 تايم root 13 باور 4 اوفر روت 5 باور 3، ده الرقم، و اي باور اي. هنعمل الانسر تايم بعضها اهو، هنعمل 1664.8 ماينس 929.3، هيطلع لي 735.5 735.5. طب ده نحسبه على بعضه، هتبقى 2 تايم روت 13 باور 4، ماشي، هي روت 13 باور 4 دي اللي هي هتبقى 13 سكوير، 13 سكوير اوفر روت 5 باور 3. هتطلع 30، يعني الانسر هنا هتطلع 30.231، وبعد كده دي برضو اللي فوق هتبقى كوزاين 735.5 بلس اي ساين 735.5، وبعد كده احسب الفاليو ده واعمله ملتبلاي الرقم ده، واحسب الفاليو ده وملتبلاي ده، اكتبه رقم بلس الايمج. وبكده أكون وصلت لنهاية الشابتر دوت، وعرفنا كل حاجة عن الكومبلكس نمبر، وبشتغل معاها ازاي، وبعمل ايه، وبمشي الموضوع ازاي. وشكرا ليكم يا جماعة، ومتشكر على حسن الاستماع، وكل عام وانتم بخير.